Hey, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, guys. I'm back. This is your teacher, Abdullah. سؤال. I want to learn English, but I don't know where to start. هذا السؤال اللي طلاب يسألون في داخل الصف, الناس يسألون خارج الصف. كل مرة أشوف يعني شخص يقول يا أستاذ كيف أبدأ؟ يعني where do I start my English journey? Okay. First and foremost, I would like to tell you this. أولا, حدد هدفك. ليش تبغى تتعلم اللغة الإنجليزية؟ Why do you want to learn English? Why do you have the drive? يعني ليش عندك الرغبة عشان تتعلم اللغة الإنجليزية؟ أولاً هذا راح يساعد في أي عائق راح يجي لك في المستقبل. If you have any obstacles راح إن شاء الله تنجز وتجيب الدرجات العالية. حدد هدفك. إذا كان هدفك تأخذ وظيفة مرموقة, I don't know, you want to pick up another language, تبغى تتعلم لغة ثانية أو لغة ثالثة, is up to you. But your point is that you need to understand why you are doing it. That's number one. Number two, okay, السبب الثاني أو الشيء الثاني راح يساعدك في هذا المسار. Know your level. يعني تعرف على مستواك. مستواك في إيش؟ مستواك في reading, writing, listening and speaking. في القراءة. الكتابة, السمع والتحدث في اللغة. إذا كان في ضعف في reading, okay, تحسنوا. إذا كان في ضعف في listening, تحسنوا. Okay, so that's another thing. Now the third thing that you have to keep in mind is this: ask for help. الشيء الثالث, اسأل مساعدة. Ask for help. يعني إذا عندك أخ تعلم اللغة الإنجليزية, اسأل كيف تعلم اللغة الإنجليزية. إذا كان عندك أستاذ يعني ما شاء الله يعني native speaker as they say, يعني شخص أصله بريطاني أو أمريكي, اسأل يا أستاذ أبغى أتعلم الإنجليزية بس ها كيف أبدأ؟ يعني حدد للمسار. الشيء اللي مفتوح حاليا النت, okay, واليوتيوب channels. Ask for help, okay, and that's what you need to understand. Ask for help. So in a summary, خلاصة, okay, أولاً حدد هدفك. ليش تبغى تتعلم الإنجليزية؟ ثانياً know your level. تعرف على مستواك في اللغة الإنجليزية. ثالثاً ask for help. اسأل مساعدة من صاحب, من أستاذ. يا إخوان المسألة بسيطة, بس لا تكون ماشي على الهامش. لا تكون على شخص يعني يوم يمشي إلى جهة ويوم الثاني يمشي إلى جهة ثانية. بس كل مرة خليك على المسار الصحيح. يعني عندك هدف وعندك مساعدة وتعرف اللي تبيه وتعرف ضعفك في اللغة الإنجليزية من ناحية reading أو writing وتعرف المسار اللي تبغى تأخذه. And that's what you want. Anyway guys, I hope you like what I said to you. And keep subscribing and keep liking. Like, subscribe and share the video. And write your comments underneath. إذا كان عندكم اقتراحات أو تبغون أجاوب عن أسئلة في اللغة الإنجليزية, write it down and I will get back to you. Guys, for time being, take care of yourselves. Start صح, النتيجة تنافس.